بقى اللي كل يوم عندنا منتجات وحاجات ليها فوائد وليها اضرار. النهارده نشوف مع حضراتكم في صباح دريم فوائد الليمون مع العسل واضرار الكيوي. فوائد الليمون مع العسل. يحتوي الليمون عند خلطه مع العسل على العديد من الفوائد المتنوعة اللي بتعود على جسم الإنسان بالصحة وبتخلصه من بعض الأمراض، ومن هذه الفوائد هو خليط يبحث عنه الأشخاص المهتمون بالرشاقة وتخفيف الوزن، علشان بيعمل على حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية وبيقلل نسبة الكوليسترول في الدم، كمان بيعالج أمراض الشداء كالزكام والرشح وبيقلل من الاحتقان. يعد الليمون مع العسل طارد كبير لسموم الجسم ومنقن فعال، إضافة إلى اعتباره مطهر للكبد لاحتوائه على حمض الستريك، فهو بذلك يغنينا عن السكريات، بالإضافة إلى أنه مفيد للجلد حيث يجعل البشرة بيضة وناعمة وصافية وبيحافظ على نقاء اليدين. يمد الليمون مع العسل الجسم بالشعور بالاسترخاء ويحارب الاضطرابات النفسية والعصبية زي القلق والخوف والتوتر، ويشعر الإنسان بالطاقة المستمرة. كمان بيقلل من درجة حرارة الجسم المرتفعة وبيحارب الشيخوخة المبكرة، وهو أيضا معالج مهم لأمراض النقرس والروماتيزم. كمان بيحمي الجسم من أمراض السرطان وبيقضي على رائحة الفم الكريهة وبيعمل على تطهير البلعوم. كمان بيستخدم لتبييض الأسنان والقضاء على الجير والقضاء على التسوس. أضرار الكيوي. يؤدي تناول حبات الكيوي بصورة مفرطة التسبب في مشكلات الجهاز الهضمي والمعدة، ومن بينها الإسهال والقيء والغثيان كونه من الفاكهة الملينة طبيعيا، كما أنه يؤثر بالسلب على عمليات هضم الطعام. يؤثر تناول الكيوي على الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل مرضية في الكلى كونه يشكل الحصى على الكلى بسبب زيادة تناوله، بالإضافة إلى إصابة الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية من مكوناته زي الكالسيوم والبروتين، فممكن يشكل تناوله ليهم للإصابة بالطفح الجلدي وظهور الحساسية المفرطة والتورم في أجزاء من الجسم. كما أن الإفراز في تناول الكيوي يتسبب في تورم الفم وحساسية اللسان والشفتين والتسبب في حكة وألم مزعج في الفم من الداخل. كما أن الكيوي مضر للمرأة الحامل، وأنصح باستشارة الطبيب المعالج للمرأة الحامل والمرضعة قبل تناول كميات منهم لأنه ممكن يؤثر بالسلب على صحتها وصحة الجنين.